هاشم صرت على جسمك. عطاك العيب يا ماري. اخو اخوك صح. يلا نمشوا حالا يا عساف بيه، الحكومه هتوصل. عاوز نهرب؟ ايوه كيف ما هربوا يا اخي؟ ما انت لو سمعت الكلام زمان وهربت ما كانش عمرك راح في السجن. هتفضل لحد ما انت تحاسب على المشاريب لوحدك. روح مع كلامهم يا عساف، انا هظبط الموضوع هنا. خايف عليا ولا بتشتري ودي؟ التنين. التنين صح. ولدي فيك ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا قلب انا كويس اهو، انا اتضربت بطياره. ما انت ده كلها دمها، اخوك مالي وحمزه. ما خلاص يا جليل ما جرالوش حاجه، ما واقف قدامك اهو. سيب لي يدك اشوفها. ما كانش المفروض نمشي حتى لو انا اتعورت، كان المفروض نمشي وهو واقع على الارض هو وبكري. عملت ايه في سالم وبكري؟ قول لي غفران رد عليا. لسه هعمل وعامل كتير. لفتوا مني بس عشان خاطر سليم، بس ما خلصتش على كده. ولدك الكلب مش بس راح عرض عساف، لا ده واقف في صف هو الغجر. انا مع سليم يا بوي، ما كانش ينفع نمشي كده. الناس هتقول علينا مشينا ما كسبناش حاجه، مشينا عساف على رجله ومش بعيد يقولوا اتغرمنا كمان. كنت عايزني اشوف اخوك كده وافضل في العركه كيف. لو على كيف كيف تاخد عيالي العركه اصلا؟ كل اللي عياله يا غفران سامع؟